أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار من حلب اليوم. قتل طفل وأصيب عدة مدنيين إثر غارات جوية روسية على مدينة جسر الشغور وبلدة بدامة وقرية الشخيب وقرية جفتلك حج حمود في ريف إدلب الغربي. وبحسب مراسل حلب اليوم فإن الغارات تزامنت مع قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استمر من البارحة حتى اليوم على كل من أريحة والنيرب وقيمناس وسرمين وكفرلاتة وقرى جبل الزاوية ومنطقة سهل الغاب. وفي ذات السياق أصيب 13 مدنيا بينهم 5 نساء و6 أطفال إثر قصف صاروخي استهدف مدينة إدلب. وأفاد مراسلنا بأن القصف استهدف منازل المدنيين في منطقة إدلب الجديدة وخياما متفرقة لعوائل من متضرري الزلزال. وشهدت مدينة أريحة وعدة بلدات في جبل الزاوية حركة نزوح للمدنيين باتجاه ريف إدلب الشمالي. أعلنت وزارة صحة سلطة الأسد ارتفاع حصيلة استهداف الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلاً و277 جريحاً. ووقعت انفجارات يوم أمس الخميس أثناء حفل تخريج دفعة من الضباط في الكلية الحربية التابعة لسلطة الأسد في مدينة حمص دون تبني العملية من أي جهة حتى الآن. شنت الطائرات التركية غارات جوية استهدفت مقرات لقسد في مناطق تل رفعت والجزيرة والمالكية شمال سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إنها أطلقت عمليات شاملة ضد أهداف إرهابية تابعة للبيكيكي والواي بي جي في العراق وسوريا، وذلك بما يتماشى مع حقوقها في الدفاع عن النفس حسب تعبيرها. تتواصل الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء مطالبة بإسقاط سلطة الأسد وتحقيق الانتقال السياسي للشهر الثاني على التوالي، وجدد الأهالي تأكيدهم على استمرار حراكهم حتى إسقاط سلطة الأسد والحفاظ على وحدة الشعب السوري. نهاية الموجز مشاهدينا، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.